مرحبا بكم على موزايكا فين في ريكاب سبور موعد كل يوم متابع حتى للأربعة ونص. رحبي وليد إيشي. مرحبا وليد. لا فاهم هايش سليم اليوم في الإخراج, عبد الناصر في الإخراج الرقمي والديجيتال, وتنجموا تابعونا ديما كالعادة على الباج موزايكا فام سبور باي موزايكا فام. اليوم شكون الحديث على زوز مباريات اليوم, الجولة الثالثة من البلاي أوف, لقاء الترجي والأولمبي البيجي. فوز الأولمبي البيجي اليوم 2-0 على الترجي الرياضي التونسي, وأيضا فوز نادي صفاقسي في بن قردان 2-1. أول صار السي اس اس في مرحله البلاي اوف. نرجع بالتفاصيل للتصريحات ايضا اللي صار اليوم في مباراه بيجا بين الاولمبي البيجي والترجي, وجدل كبير حول هدف الثاني اللي سجله الاولمبي البيجي, هدف عثمان السعيدي تسلل مش تسلل. بعد شويه يكون معنا عادل زهمول باش يعطينا قراءه في الهدف هذا, الهدف شرعي ام لا, لكن ديما في الاخير نضال للطيف احتسب الهدف الثاني لهدف عثمان السعيدي بعد جدل كبير ايضا داخل الملعب, احتجاجات من الترجي الذي التونسي على شرعية الهدف. بعد شوية تكون الإجابة اللي هم الكلاسمو حتى التوى بعد مباريات الجولة الثالثة تلعبت على دفعتين بين البارح واليوم. النجم الرياضي الساحلي وصل إدارة الترتيب ب 12 نقطة, النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري والترجي الذي التونسي كلهم عندهم 8 نقاط, من بعد نلقاو اتحاد بن قردان الخامس ب 6 نقاط, من بعد نلقاو نادي الصفاقسي السادس 5 نقاط, والمركز السابع في الأولمبي البيجي 5 نقاط مع السي اس اس كما قلنا, والمركز الأخير الاتحاد طاوين عنده زوز نقاط. هذه الحصيله اللي صارت اليوم. بعد لحظات باش ندخلوا في التفاصيل الفنيه, ايضا باش نبداو بالتحكيم شنو صار في مباراه الاولمبي البيجي والترجي التونسي. هدف مش هدف, البونتو الثاني للاولمبي البيجي, هدف عثمان السعيدي اللي زادوا في البونتو في الجافه دقيقه 88, وكانت وقفت وقتها المباراه, والطاقم التحكيم والفار بقاو تقريبا 12 دقيقه كامله باش خذوا القرار النهائي. برشا كلام برشا تعليق على اللقطه هذه, موجود معنا خبير التحكيم عادل زامون يخدم عنده رايه في اللقطه اللي صارت. عادل مرحبا بك. اهلا بك فهمي وعلى بوليد. اهلا عادل. شو اهلا شو معناها باش نبداو من الاول, معناها الحكم ما اثرش على النتيجه, معناها اوني داكور تقدم الاولمبي البيجي 1-0. اي اما اثر على روحه, اثر على التحكيم بكله, اثر حتى على اللي خلق حاجه اسمها فار, دخلوا بعضه, معناها فريمون انا الطلب نتاعي الحقيقه فتتر الناس اللي حكيت كل تربية كل واحد, لا احنا منش نخرج واحنا معناها على هذا على الليني دو كومبيوت نتاعنا, لكن بالحق راهو معناها سيترو راهو اذا كان باش نواصلوا هكا انا نطلب بالحق نطلب نحيه الفار على خاطر توا فهمني, مع كل احتراماتي ليه معناها أسامة بن إسحاق ولا نزال الطيف يسون أور دو كو, معناها عندك فار إيش نقول لك أنا, علاش نحكي هكا بمنطلق أني تعرف اللي أنا زادة نعمل الفار في نعمل الموفيولا في قناة الكاس, راهو لي ماتش نتاع شامبيونز ليغ اللي نعملوهم بال3D هذيك بال3D راهي حاجه فهمني, معناها التكنولوجي ما تنجمش تشكك فيها, ما تنجمش التكنولوجي نتاع 3D موجوده زاده في الفار موجوده, اذا كان انت عندك تكنولوجي هذه وقفت تروح 12 مينوت باش تقيم معناها لقطه اللي هي واضحه انا بعثت لك من الكاميرا اللي ديجا الصوره عندنا اللي تابعونا على ديجيتال ولا الباج اللي لازم نلقاو الصوره ليني لي روبير ليروبير وتي تخدم بها لورجو نتاع انه 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 ليني بلو ولا ليني روج اللي موجودين فمني في الواحد في الفار اللي عندنا, معناها اذا كان عندك الماتريال هذا الكل وتقعد معناها 12 مينوت ومن بعد ما ندوروها نتاع ما خذت خاطر خليني نمشي للفار. باهي عادل باش خليك تعلق على اللي صار. عادل تبعني جوست المستمعين يحبوا يسمعوا رايك. عادل زهمون شي يقول تسلل ام غير مش تسلل؟ تسلل ما فيهش كلام, تسلل ما فيهش كلام. وصف لنا حاله التسلل. وصف لنا حاله التسلل. هو يقول لك توا القراءه الاولى مثلا وليد قاعدين نتفرجوا تقريبا قلنا فرد ليني, ويبدو انه صعب جدا انك باش تحكم من الاول ما تظهرش بالضبط. انت عادل شنو وريت بالضبط؟ عاد وقت نحيو احنا الفار ومعاش نحكي وقت نولي ونحكيو بالعين المجرده. به انت شنو وريت بالضبط عادل؟ انت كمختص شنو وريت بالضبط؟
فوالا انا نقول لك معناها اللي هي الملاعب كان اون بوزيسيون دور جو ما فيهش كلام. انا اللي خلاني ما نشك بتاتر قلت انا سبو قراءه غالطه وقت اللي الكره قلت بالكسي ضربت في ديفونسور ومشيت لاتاكون. شفنا ما فماش اني الملاعب مس حتى وكان يمسها ما هيش ديليبيري الكره يعني وليت الكره مشيت ديريكتومون للاتاكون. لاتاكون كان اون بوزيسيون دور جو وانا عندي فار يا رسول الله انا عندي فار عندي فار مانيش نحكي واحنا على اسيستان موجود هز ولا ما هز. اما اللي يزيد ياكد لك هذا يا فهمي انه الاسيستان طبق البروتوكول تاع الفار خلى الكره تمشي حتى لين دخلت ومن بعد جاتو التعليمات وجاتو لانفورماسيون من الفار يقولوا له اللي الملاعبي اتي اون بوزيسيون دور جو. شو اللي صار من بعد؟ ايش شنو اللي صار؟ عندكش فكرة انت 12 دقيقة نقعدوا نستناو شنو اللي صار؟ 12 دقيقة نقعدوا معناها نيغوسيو سي ريديكول. هاني قلت لك والله والله عادل عادل حاجة على خاطر قعدنا زحكة العالم الكل بيه. المرة الأخرى مع أمير لوسيف المرة هذه مع السيد هذايا فهمني انا بالحق عادل أنا عادل اسمعني نحيو الفار باه. شوف هو توا يقول لك الانديه راهو الفار هذا راهو حاجه اللي ترسيوريهم وتخليهم يثقوا في التحكيم وفي المباراه كامل عادل مجهول باش يسهل اللعب جوستمو احنا توا نحبوا نفهموا يا عادل احنا عادل اسمعني باه عادل تسمعني احنا جوست حبيت السؤال ونعرف كنت عندك فكره على الكواليس وشنو تقريبا يصير في اغلب المباريات ال 12 دقيقه هذيك شنو صار اسكو صار وقتها كترساج اللي ريناهم بعد باللاز باش خرجوه في الاكران تاع قناه الكاس في المباشر هذاك هو اخذ وقت باش يخدموه والا نيغوسياسيون فهمنا شنو بالضبط علاش 12 دقيقه يا عادل فهم. والله قلت لك منطلق اكسبيريونس راهو تتحط لي زيماج تك 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 فهمني وتخرج لك التصويره معناها ديسيزيون حضرت بالوقت معناها واضح معناها هكذا التصويره اللي ورا هنا الخط الازرق هذيك حاضره عندها 5-6 ثواني من اللقطه علاش قعدوا 12 دقيقه باه جو سمي اوتوماتيك وكان تقراه وكان تشوف معناها شنو اللي حكاو عليه في فا راهو علاش عملوه هذاك لو جو سمي اوتوماتيك باش ينقصوا حتى لي 5-6 ولا 7 سكوند ينقصوا منهم باه. خلينا نكملوا في التواجه في الفار بالنسبه لهم تاكدوا اللي الهدف غير صحيح الهدف صحيح وغير مسبوق بتسلل وغير الهدف غير صحيح راهو ليه اي ما الهدف يبقى من بعد كيفتوا باش خدموه فهمنا انت فهمنا عاد باش خدموه وعلاش بعد ردوه معناها هدف صحيح باش خدموه هي ما قلت انت عندهم لوجيسيال هذا بالواحد يا وليد بك الخزمه ولا باش بشنو بالرسمه بي دونك رجعوا احتسب الهدف واصبح هدف شرعي للاولمبي البيجي هو كمل عادل ريزلتاته ما اثرش على النتيجه ما يقدر عادل اما ليك الكتراجي الذي تونسي يقول لك يا خويا 1-0 في 88 مش كيما 2-0 في 88 اكيد وينجم نرجع نقول لك شنو قال لك بك بالطون اديسيونيل هذا اللي قعد فيها 12 دقيقة ما نعدلش أنا باه هذا هو الجدل بالنسبه للترجي التونسي قال لك ما عدلش باهي انا لسؤالي وجاوبني مباشره عادل كيفاش تصرف نضال طيب كلموا في الفار قالوا لي لا راهو الهدف هدف شرعي وخذ القرار احتج ولا هنكمل احتج عليه بنك الترجي بالخاطر ومشى هل يعقل انه ياخذ بالخاطر ولا افهمني الاجراء ذي اللي عامله يا اخي سي مادين تونيزيا تشبيك يا فهمي معناها فريمون هاني قلت لك اللي كان ريت انت واسمع ما نضيعش السر راهو اللي صار حتى في مباراة الساتونيزيان والإسبرانس راهو الأربيتر راهو مسكين معناها فريمون متقلق على الأخر أنا نعطيك حاجة أنا نعرفها متقلق على الأخر في اللي صار اليوم اللي صار في الماتش هذايا بين الفار والأربيتر الزوز يقول لي والله جمكسكوز معناها بالحق أنا نقدرهم الزوز وكنت نتوسم فيهم برشا خير لكن المرة هذه فريمون معناها حاجة تعرف باش يدرسوا بينا الفار والتحكيم البرة في الفيفا اتو فيرا كلمة على ماتش اللي تلعب في بنجردين هيثم القصعي بالحق شفت معناها لكن حتى إلى أبليكي البروتوكول تاع الفار اللي تقول لك فهمني وقت اللي ملاعبي معناها غلطولو في افيرتيسمون في ورقة حمراء معناها ولا ليدونتيتي هو هذيك بركة معناها التدخل متاع الفار سينو ماتش كامل اللي كنت نتصوره معناها
صعيب معناها برشا، لكن هيثم القصي قاعد يقدم وقاعد يرجع وقاعد يشد السفنية متاعه الصحيحة، وإن شاء الله يا ربي علاش هو تخلي الليست انترناسيونال قبل وخرج منها، علاش ليه فهمني ما عاودش يرجع للليست انترناسيونال في ذو هال خليني هكاك ونضال طيب اللي هو حكم دولي المديسو كلهم المديسو في الحق معناها أنا قلت لك الحشمة قدام الناس معناها اللي البرة معناها اللي بيش يتفرجوا فينا والماتش تليفزي فهمني معناها في البلدان العربية الكل وقاعدين يتفرجوا في الاربيتراج متاعنا وهكا راك بعد حتى العقوبة متاع صادق ومع الجو هذي اللي قاعدين نشوفوا فيه راك ماكش باش تشوف حكام في المراتب المتقدمة رزمو في الجو هذي هيثم قيراتا وكموجود البرة فهمني مع الكاف مشكور عادل زهمول ربي بقى عليه الستر به مشكور عادل زهمول خبير التحكيم على التفاصيل هذه كلها تأكد اللي الهدف متاع الأولمبي البيجي غير صحيح ومسبوق بتسلل وهذا ما ينقص زاد من الانتصار وثلاث نقاط اللي خذاها الأولمبي للبيجي اليوم والنتيجة النهائية على المباراة هي 2-0 هدف لامين با في دقيقة 89 السعيدي في دقيقة 86 عندك تعليق وليد على اللقطة هذه اللي صار والجدل على اللقطة بيان سور معناها احنا نتفرجوا وما كانش عندنا اونجل واضح معناها كي تشوف العمليه من الاول تحسهم سور لا مملينيو ومن بعد معناتها لي زاناليز هذوما نتاع لي زاربيتر ديتاي يشوفوا بالكدا وياخذوا لي بونز اونجل معناها باش يعطيو الحكم الصحيح والقطعي على العمليه كان فيها تسلل الحقيقه معناها بشهاده الجميع خبراء التحكيم وكل شيء من بعد تقعد كرة معناها أما فما حاجة بركة اليوم فما وضع معناها حساس فما بلايوف فما تيتر باش يتلعب فما ناس معناها تتسابق على التيتر ونعرفوا الترجي معناها اللي هو ديما يلعب على لقب البطولة اليوم مسائل كيما نكاية باش تخلق تشنجات وباش تخلق أقاويل وحديث وكذا ونعرفوا تونس صغيرة فهمي ما يتخبى حد شيء نعرفوا شنو قاعد يتحكي في الكواليس وشكون اللي ياخذ في الفافور وشكون مش ياخذ وشكون غيره غيره هذا ما ينقص حتى شيء اليوم من الميريت نتاع بيجة طبعا نرجع للأمور الفنية اما جوست بور فينير اعطيه حق الناس ترجي بيجة مستير كل جماعة تاخو حقه وخاصة معنا تقنية الفار ونرجع للكلام عادل نرجع للكلام عادل راهو معناتها سيتون بروف اليوم وحاجة معناها تحشم متاع اماتوريزم نحكيه على الاحترافية ونحكيه على والكفاءة زادة يا وليد يا خويا راهو ما يجيش يا خويا راهو فما حكم على عملية يدخل ناس في حيط ردوا بالكم بالضبط بلا نحكيه بعد لحظات على مباراة الأولمبي البيجي والترجي التونسي اللقاء اللي تلعب في بوجمع الكميتي بالأولمبي البيجي والترجي التونسي فوز 2-0 الأولمبي البيجي كما خونا لامين باب مركز البونتو الأول ومن بعد عثمان السعيدي الهدف اللي خلق جدل كبير سجل الهدف الثاني شنجمو نحكيه وليد على التفوق الأولمبي البيجي واليوم الترجي اللي معناها خسر بالنسبة لي 3 نقاط وقبله خسر 2 نقاط ضد المستير في رادس يهدر 5 نقاط تقريبا في جولتين ترجي التونسي به أول حاجة باش نبدأ بها هي فما 2 فرق اليوم اللي هما يعيشوا في نسق ماراتوني مع نعرفوا شهر رمضان والصيام وكل شيء اللي هما الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري 2 فرق ذوما قاعدين يلقاو في صعوبات ومازالوا باش يلقاو في صعوبات طونكو يلعبوا على 2 و3 وجهات شفنا مستيري زون سوفير البارح مع النجم اللي النجم كان محضر المباراة وكان تقريبا في وضعية مريحة برابور المستير الترجي اليوم استدم بفريق نون سولمون حاضر على مستوى الفني والتكتيكي وزيد كيف عنده معنوين بطبيعة الحال معناه وفيناليست مترشح فينال وزيد معناه ايكيب واقفة معناه عندهم لعبية العبسي عندهم بوغرة نحكيو عليه اللعبة ذي معناه البروغريس والأجانب معناه كاسونغا ولامين با كيما زاد معناتها الحقيقة أبو بكر صار يعني شوف فما ساعات أجانب يهزوك فيرلو فما أجانب معناها ما يعطيوكش بلوس اليوم نعرفوا على الهدف الأول 6 دقائق لعب هدف يعني تقريبا سيناريو مباراة الزمالك رجع الجمهور الترجي اللي خسر في تشامبيونز ليغ قبل البونتو على بكري الترجي لقى صعوبات باش رجع في المباراة من بعد كمل قبل البونتو الثاني يعني شنو اللي كان ناقص اليوم الترجي التونسي شوف الماتش ما كانش سهل راهو معناتها كيما الناس تتصور كيما قلت لك الادفيرسير محترم ترجي رياضي التونسي يفكر في تشامبيونز ليغ ممكن يعمل في التورنوفر لكن تورنوفر ساعات يعمل معناتها اون انستابيليتي وان ديزيكيليبر في وسط ليكيب وقت اللي انت معناتها تبدل
وتشومباردي وناس ما تلعبش مع بعضها لك سنترال معناها يتبدل لاتيرال يتبدل الدوميات بالرمضان ما يلعبش الهوني يقول لك بليجي لطرفني بشي بليجي بينسير وبليجي لكن يلزم معناتها المدرب معناتها يقبلها اللفات اللي يلقى صعوبات في دي ماتش باري يقبلها ذيك هي كرة القدم معناتها اليوم ما تجمش انت تلعب كوب وتلعب شامبيونا وتشامبيونز ليج وتكون بيرفورمان وتكون ديما تنتصر باش تلقى ديزيكيب يجي ويقفوا معناتها يقلقوك يربحوك وصارت قبل راو انا الاولمبي البيجي موجود انا في الترجي 2011 انتصر علينا 3 أهداف مقابل هدف ولا 3-2 يعني مش اول مره اليوم معناتها الاولمبي البيجي يكون ريزيستون مع ترجي معناها وحتى مع الاتحاد المنستيري وحتى مع النادي الافريقي والسنه الموسم هذا في رادس وكان متميز معناها لي فوبا موجودين والترجي معرض معناها كيما اي فريق اخر باش يعمل عثره اليوم اونيتمون الاولمبي البيجي كان حاضر معناتها وكان ربح الانتصار نتاعو انديبوندامون من 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 ليكستراس الامور اللي معناتها نتاع الفار ومتاع الحكايات الكل اليوم الأولمبي البيجي معناها استحق الانتصار نتاعو الترجي الذي التونسي عمل رياكسيون كانت مخر معناها حتى لي شانجمون دوزيام ميتون اللي هما اوبليغاتوارمون عليه المدرب باش يرتح لاعبيته وسيام ونسق وكذا لكن الاستفاقة كانت مخر حتى لي زاكسيون اللي عملهم في الدرجين 4 ساعة الاخرانيين كان الحارس معناها واقف كيف معناتها كيما يلزم والدفاع نتاعو كان معناتها يوجه في الحارس اشرف كرير اشرف كرير كان تحدث بعد المباراة سألتني على الهدف الأولاد الكل رجال سلتيرا ولا الأولاد على البنك ولا اللي معنا في جرادا الحاجة البيئة أنه إحنا جروب واحدة سوليدير عرفنا نقف في المنون صعب بعد ماتش الترشح لكاس تونس اليوم برهنا اللي إحنا فريق كبير وقدرة ربي إن شاء الله معناها باش نكون رقم صعب إن شاء الله رقم صعب وقاعد أكد فيه الأولمبي البيجي شفنا الفاز الأولى تاع البطولة كيفاش تأهل بلاي أوف رجع من بعيد من بعد هاو اليوم يأكد الفوز على الترجي التونسي جزء تعليق على الهدف الأولي قبل الترجي وليد بربي في 10 ثواني أنا نقول ديما ردوا بالكم معناها ملاعبية وانترينيرات من لي ديكلاراسيون ومن الكلام يفو جامي سو بريسيبيتي راهو مازالت الشامبيونا ومازالت الماتشوات وكذا أوكي عندي ثقة في مجموعتي وفي فريقي وأنا ملاعب نحب نطمح وكذا أما اسبيت برزانة صحيح منطلق الخبره تحكي وليد منطلق خبره بيان سور تسر عليه يا خويا مازال المشوار طويل باه الهدف اكيد صارت غلطه صارت غلطه معناتها نتاع بلاسمون فهمتني بهته على مستوى محور الدفاع ممكن معناتها اليوم توغاي ويعقوبي ما كانوش سانكرونيزي معناها كيما يلزم ما كانوش معناتها ما كملوش بعضهم صارت مشكله حتى مع لاعبي الوسط معناها فماش اونتونت في الباس شفنا ليعقوبي حب يعطي الباس للدومي معناها مرات كوليبالي ومرات معناها مالك المهري كان فما شويه مشكل معناها نتاع التواصل في الملعب هذا ما ينقص شيء من يعقوب اللي عمل ماتش محترم اللي فات يعني يقعد ملاعبي خبرة لكن ساريف راو يكون بعيد على الكمبيتيسيون وضعية صعيبة تيران ممكن لور شوية لادفرسير يوجع معناه باش تتلقى دي ديفيكولتي التالي الهدف صار فيه معناتها خطأ على مستوى التمركز بين لاعبي وسط ولاعبي الدفاع معناتها نورمال مو من المفروض ما يتسجلش هدف فكر بنجردين زاد هدف اللي قبله الترجي في بنجردين كان معناها هدف الحقيقة ساذجة كبيرة قبل بها الترجي وتنحكي على الترجي شنو اللي صار اليوم في الترجي التونسي اللي جابه عند المدرب المساعد نسب سعادي في ميكرو إيهاب نفسي اليوم الحقيقة ما خلقناش برشا فرص ما خلقناش بالرغم السيطرة الميدانية خاصة في الشوط الثاني الهدف الثاني صعب برشا مقابلة حابين اليوم نربحوا مقابلتنا باش نتحولوا للشامبيونز ليج باكثر راحة نخدموا خسرنا مقابلة عندنا نهار الجمعة الجاية مقابلة تريز امبورتونت ومهمة برشا ضد شبيبة القبيل دونك لازم نكون نحاولوا نخدموا اكثر احنا عندنا مقابلات ورا بعض ومقابلتنا الكل لازم نربحوها معنا حتى خيار اخر عندنا مقابلة اليوم شفتوا فلا البطولة مقابلة القادمة تشامبيونز ليج اللي هو اوبجيكتيف ماجور اللي نحنا الترجي ما يخافش ماش خايفين ما علاش باش يخاف
ماشيين عابدين العزم باش نترشحوا ان شاء الله، عابدين العزم باش نعملوا مقابله كبيره زاده في 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 الجزائر، ونروحوا ان شاء الله ونحطوا قدمنا في نصف النهائي. انيس اللابو سعيدي بعد المباراه والهزيمه للترجي فوز الاولمبي البيجي 2-0. كنكونوا نكملوا مع المباراه هذه بعد لحظات، نحكيوا على مباراه اتحاد بن قردان ونادي الرياضي الصفاقسي. اسلو معكم ديما نحكيوا على المباريات اللي لعبت اليوم الجوله الثالثه مرحله البلاي اوف. نمشيو للماتش 7 مارس، ماتش بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي. تمكن اتحاد بن قردان فتح النتيجه عن طريق وضحل الزايدي في دقيقه 28 في التصويبه من خارج ال 18، غارت بها الحارس محمد الهادي قالول، من بعد علي غرام في الشوط الثاني اثر ركنيه في الدوزيام بوتو بالراس يعدل النتيجه للسي اس اس، ومحمد كونتي في ال 87 بعد توغل من دياكيتي حط كره في القائم الثاني وين كونتي كان موجود سجل بونتو الثاني في دقيقه 87. ماتش شد اقصاء انس ساسي في ال 78 متوسط الميدان دفاع الاتحاد بن قردان، وايضا اقصاء محمد كونتي هدف السي اس اس اللي كان سجل في البطوله العربيه وسجل اليوم، خرج ورقه حمراء في اخر المباراه. انتصار للسي اس اس حكى عليه المدرب حسام البدري في ميكرو نبيل الحديد. طبعا بقول الحمد لله، واعتقد فوز مهم النهارده، اول مباراه محليه لينا، في نفس الوقت يمكن وضعنا في جدول البطوله غير جيد، لعبنا مباراتين قبل كده عندنا نقطه واحده، فمكسب النهارده كان مهم جدا. في نفس الوقت خلال المرحله اللي فاتت يمكن كان في محورين، المحور الاول مباراه البطوله العربيه وبعدين المحليه، وكان مهم جدا الفوز او تخطي المرحلتين دول لاكتساب الثقه، لان بحاول برضو يبقى الفريق عنده شخصيه، الفريق معظمه من لعيبه صغار، لعيبه ما عندهاش خبرات لسه، فلازم نبني الشخصيه دي، وتطالب ان انت تأدي بها شكل كويس. واعتقد احنا على مدار الشوطين احنا افضل بكتير، امتلكنا للكوره، استحوذنا، المحاولات والتكتيك اللي بيتلعب بيه اتغير في المباراه مرتين او ثلاثه، وبنشوف الفريق بيأدي بشكل كويس. وطبعا بشكر اللعيبه، لان كل الكلام اللي حصل في وقت قصير جدا، انا تقريبا لغايه دلوقتي لسه ما كملتش الشهر على الفريق، فبشكر اللعيبه بقول الحمد لله على الفوز النهارده. حسام البدري اكد على اهميه الانتصار، وضح الزيدي صاحب البونتو الاول لاتحاد بن قردان يفسر شنو صار اليوم للفريق ويتشكى من غياب نسق المباريات. وضح الزيدي كانت مباراه صعيبه، نادي رياضي الصفاقسي عرف كاش يربح ماتشو، مبروك عليهم 3 بوان، هرت لك لان احنا خاطر ما نسالوش الخساره الحقيقه. ان شاء الله ركزوا على الماتشات الجايين وان شاء الله ربي يجيبنا في السوابق. احنا كترا احنا شامبيون واقف عندها شهر ممكن بعاد على كومبيتيسيون، سي اس اس لعب دو ماتش هما حاضرين اكثر منا، كما قلت لك بريمير ميتو ما كناش خايبين، ماتش كان ما كناش خايبين، ما سالوش الخساره. مبروك على سي اس اس عرفت كيفاش تربح ماتشها، مازال شامبيون طويله واشتراو بن قردان في وجه ما فيه ان شاء الله. الراحه الزايده لعبه اتحاد بن قردان الهزيمه الثانيه لاتحاد بن قردان بعد هزيمه الجوله الاولى ضد الترجي، وكانوا ربحوا في الجوله الثانيه الاولمبي البيجي في بيجا مقابل اول انتصار للسي اس اس بعد الهزيمه في الجوله الاولى ضد الاتوال والتعادل 0-0 مع النادي الافريقي في صفاقس. شنو نجم نقولوا وليد على الانتصار هذا للنادي الصفاقسي؟ هي لونشين مع البدري التاهل للدور القادم بطوله عربيه، وهذه تروزيام ماتش جاب 3 بوان من تنقل صعيب، شنو نجم تعلق؟ الحقيقه معناتها الماتش نتاع اليوم ماهوش ماتش ساهل، معناها انتصار صعيب في ملعب بن قردان ومع ليكيب تاع بن قردان، عندهم لاعبين محترمين كيف كيف الكاليفيكاسيون كوباراب مع نادي قطر، عنده لاعبين نجوم معناتها كبروا شويه في العمر وما عادش كالعاده، لكن تقعد ليكيب معناها عندها امكانيات كبيره. تعدى اليوم نادي رادي صفاقسي في الكوباراب واليوم انتصر في البطوله، فما معناتها ان شانجمون على مستوى ليتا ديسبري، معناها المدرب اكيد دخل بدي ميساج ممكن بوزيتيف بطريقته. حسام بدري نعرفوه، معناه مدرب تعدى بالاهلي بالمنتخب المصري بالمريخ السوداني الاهلي طرابلس، معناه يعرف، معناه يعرف ليزيكيب اراب متعود بيهم بلدان المغرب العربي، و بصفة عامة عنده معناها أفكار أي حتى نسق المقابلات يذولي عنده نسق دور جستمون نسق ووضح كلمة صحيحة على خاطر ريتي كيب كتب عندها آخر ماتش بن قردان لعبه عنده شهر يأثر يأثر حتى ما يأثرش في الشوط الأول، الشوط الثاني اللي كيب اللي عنده ماتشوات ما يشحكوا على أي كيب، فما ديزي كيب اللي معناها عندهم تاريخ وامكانياتهم البشريه والماليه وكذا كبيره، يلقاو منين يجبدوا. معناها وقت اللي تيو اكسيلير لو ريتم انت في الشوط الثاني مع ملاعبيه لعبت لك 4 و5 و6 والاخر معناها موش متراني اكيد مش يجاريه
وباش تولي دي زيكسبولسيون كيما شفنا ملاعب يخلط روتار يعمل تاكل يشد من مريول كذا وتتقلب اللعبه هذيك هي راه لي سيركونستانس دو ماتش يتقلبوا في دي ديتاي كيما اللي حكيت عليهم. والفوز للنادي الاسفيرسي كيما خونا اول فوز ليه في البلاي اوف. هكا نوصل لنهايه الريكاب سبور بالنسبه لليوم. يعطيك صحه وليد, شكرا لك.